السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده انا كنت عايزه اقول لكم عليه من بدري جدا، وحبيت اشرحه لكم في الفيديو بتاع عيوب الاساور والبندورات. بس للاسف حتى في عيوب العوايش كمان موجود النقطه، بس هقولها لكم اوضحها لكم. لقيت البوست ده قدامي بالصدفه، في بوست في جروب التوفير وكده، يعني لقيت ان في واحده مشتريه اسبره، وده اللي حصل معاها. الاسبره اتقطمت وطلع فيها سوسته. السوسته دي عباره عن ما انا اصح حته حديده كده رفيعه خالص، سك حديد كده رفيع خالص. انت لما بتروحي تشتري الاسوره بيبقى جوه انت مش شايفاها حاجه جديده، ماشي؟ مع الاستعمال بتاعك بقى تتكسر، تتقطم، تبان بالمنظر ده. بصوا بص بص هطالع اهو دلوقتي هوريها لكم، ماشي؟ هي مصوراها من كل الجوانب لانها متضايقه جدا جدا جدا، خسرت فيها. بص، مبدئيا الاسوره لو مش على مقاسك بالظبط ما تجيبيهاش، لان انا لما جبتها مش على مقاسي وشفت التكه دي، وبعد كده القفل عليها، لما بتتكي التكه وهي مش على مقاسك برضو بتكون واسعه عليكي، فبتحاولي تضغطي كده بتتقطم منك، ولا حتى لما تتخبط منك وهي واسعه عليكي برضو بتفضل تخبط كده. حتى الغلطه دي برضو في الاساور، وبتخبط اكتر وبتتقطم منك لما بتكون من جواها فاضي، القلب بتاعها فاضي فاضي، وفي سته يعني كده كتير، يعني فاضي، يعني مش صب، مش جم، يعني مش حتة واحدة، يعني مش ذهب حتة واحدة، مش صب، مش ماسكة نفسها، فخفيفة، فبالتالي أكيد وزنها خفيف. عشان كده ما تجيبوش حاجة يكون مفرغة من جوه وزنها خفيف، يعني لو هتجيبوا حاجة وزنها خفيف تبقى طبقة واحدة برضو، فاهمين؟ تبقى طبقة واحدة، ما تبقاش برضو يعني على شكل مجوف كده أو مفرغ. دلوقتي هوريكم في الصور. بصوا بصوا اهي، بصوا بصوا بالشكل ده. هي على فكرة دي اسبرة المسمار، دي الاسبرة المسمار، تخيلوا. بصوا السيستم من جواها عاملة ازاي. بصوا بصوا دي، بصوا السيستم من جواها عاملة ازاي. دي حديدة، حتة حديدة ما بتدفعيش فيها، ما بتدفعي ثمنها وانت بتوزني الاسويرة جديد، ولما تيجي تبيعيها بيروح قاطمها لك كده ويطلع دي يرميها، وانت كده دفعتي فلوسك في الارض، فاهمين؟ بصوا حتة الحديدة طلعت ازاي، حديدة ملهاش اي تمن، ملهاش اي تمن. والاسويرة اتكسرت منها 4 حتت، 4 حتت الاسويرة اتكسرت منها 4 حتت، يعني يا خرابك ايه، يخرب بيتك يا ايه، يخرب بيتك يا متولي. بصوا بصوا منظرها طبعا ايه. حتى شركة القطة قبل كده عملت فيديو على نفس، على حاجة زي كده برضو، وكان برضو في القفل السيخ الحديد ده او اسمها السوستة، السوستة دي كانت ماسكة في القفل بالمنظر ده، وهو قطمها بالزرادية او اسمها ايه، بالاصوفة، تمام؟ فبصوا بصوا هي قطعت الازاره بتاعتها لما اتقطمت، قطعتها كملت عليها تقطيم عشان تشوف السيستة واصله لحد فين. تخيلوا المنظر، كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر احنا ما يعني بتوع الدهب عارفين في ماركات معينة بيبقى عارفين فيها سوستة ولا لأ. حتى لو انت روحتي جبتي اسبرة وجت على مقاسك وما اتقطمتش منك ورحتي بعتيها وهي فيها سوستة، بس انت مش عارفة، روحتي بعتيها عشان تغيري، بيخصم لك حق السوستة من غير ما يقولك، عشان عارف ان الشغل ده فيه سوستة، الشغل ده فيه حتة حديدة جوه انت بتدفعي ثمنها، وبتدفعي ثمنها لو ما اتقطمتش وطلعت بتدفعي ثمنها برضو وانت رايحة. في كلا الحالتين انت بتدفعي ثمنها، بتدفعي ثمنها وانت بتشتريها، وبتدفعي ثمنها وانت بتبيعيها برضو بتخصم منك ثمنها، فخسارة في الاتنين، فاهمين؟ وبصراحة بصوا بصوا المنظر، بصوا المنظر، زعلانة جدا، صاحبتها زعلانة، زعلانة مقهورة. وعلى فكرة نفس الغلطة برضو في الغوايش المفرغة يا جماعة، ما هو بيبقى فيه غويشة، على شكل دايرة، بتبقى حتة واحدة، حتى لو وزنها خفيف بتبقى حتة واحدة، وبتبقى السمك بتاعها رقيق جدا، ماشي؟ دي أحسن من إن هي تكون قلبها فاضي والسمك بتاعها عليه وقلبها فاضي، فاهمين؟ يعني احنا نحاول نشتري بقدر الامكان الحاجة تكون جامدة صلبة،
هتوزن معانا بس هتبقى صلبة، يا اما كده ايه اما نجيب حاجة في حدود فلوسنا برضو بتكون صلبة، فاهمين؟ زي مثلا الضفيرة، الأساور المجدولة دي اللي هي بتبقى رفيعة قوي دي ومجدولة في نفس الوقت، دي برضو وزنها حلو وتبقى ماسكة نفسها، فاهمين؟ عشان ما نخسرش فيها. بصوا ده كده شكلها وهي لسه مقطومة حتة، هي راحت كملت على قطمها 4 حتت، زعلانة جدا 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 جدا. يلا ربنا يعوضها خير. يلا اشوفكم على خير، واشوفكم فيديو جديد.